من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا في السودان جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخميس 17 أكتوبر 2024. إخوانا، أنا استمحت الأسبوع الماضي لخطاب أخونا أحمد تي حق الأسبوع الماضي، وفهمت منه الآتي. ذكر نقطة أنه قال الزول ما بيمشي الحرب وما بيمشي المعسكرات وما بيمشي بشارك، قال يبعد يطبخ لأخواته، بمعنى بلغة أهلنا يقعد يطبخ لأخواته، معناه زول خواف زول جبان. دخل الثاني ده ما بعد راجل وخليه يقعد هنا مع أخواته، ده يعني معنى الحديث. لكن نحن أنا داير أقول لأخونا حميدتي وللناس كل الناس اللي يعني واقفين مع الدعم السريع، انتم ما تسألوا انفسكم حميدتي هو ايه؟ حميدتي هو اللي بيقول للناس دول ما جاي عد مع خواته، هو وين؟ حميدتي اختفى من ثالث يوم ولا رابع يوم للمعركة وما ظهر لعند الآن، نعم أصبح قصة وأصبح حكاية، وأصبح دي تقوله ميت ودي تقوله حي ودي تقوله، وأصبحت يعني حياتي أصبحت يعني قصة. ودي ما من صفة دي ما من صفة الرجولة أصلا. كل القادات من أحد الأصحاب رضوان الله عنه ولعند اليوم، وكل جيوش المسلمين المرت، وحتى الناس الغير مسلمين نقاد الثورات وكده وناهضوا بها أنظمة وكده، كانوا بيتقدموا الصفوف ويقدموا جيوشهم، من نستشهد ومن ننتصر ومن لكن ما في قائد. هو بيزعم أنه قائد وبيختفي عن السحر ومسانه ونصح ميت محل ما معروف، بيجيب خطابات صح وبيجيب تسجيلات مسجلة محلها ما معروف جاء من وين، وجزء كبير زاد من الناس بيقولوا دي ما دي دبلجة دار موت كده على حسب احتقاتهم هم، وبيقول للناس قال ده شنو يعني ده كده انتوا في رايكو لو فسرنا شنو يطلع شنو يعني لو في رايكو حسرنا لو بيطلع شجاعة يعني، ده أكبر الخوف وأكبر الجبن في نظري. دي من ناحية كونك دول انت يعني انت تخلي انت ذات نفسك تختفي وتأمر الناس انه الزول ما مشي معناته ما راجل، طيب انت وين؟ دي من ناحية. والحاجة الثانية، والله انا القصة دي اخوانا ذكرتني بقصة سلطنة الداجو، سلطنة الداجو القديمة المعروفة اللي هي من 1100 كانت قائمة. الداجو عندهم احد سلاطين الداجو لمن خلاصه برضو يعني وصل لمرحلة من المراحل في جبل كده على المكردوس كده، قال الجبل ده اخواننا انا مزاج منه بالدائرة حوله وده في جبال كده ما عارف على جبال النبوة اللي ما بعد 99، قال الجبال دي بدل هو قاعد برا ما يمشي خلاص يقفل الجبال دي 100. القصة المعروفة كل الناس عارفينها. الناس طبعا تنفيذ لأمر الحاكم، هو عارف أن الجبل ما بيتحول وهم عارفين الجبل ما بيتحول، لكن انتم يعمل شنو تنفيذ لأمر الحاكم؟ الناس بيمشوا بيبحثوا الطلب من فوق بيجي بمبلس بيجي بيحفروا بعد ما يحفروا جيت بمبلس بيجي بيحفروا كان بيقتل منها بنفس الطريقة، وهم بيحاولوا وبنفس الطريقة ما في طريقة تانية إلى بهذه الطريقة إلى ما يعني قضى الله أمرا كان مفعولا. إيش دا ذكرني بالنداء بتاع حميدتي للجماعة والوعود حقتهم، الوعود حقت لهم يعني بدولة الديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية، دولة العدالة والقانون، دولة الحقوق المتساوية، والله شو ما عارف. أنا داير أسأل الناس الدعم السريع ده ما في بلد لهم في مناطق كثير من البلد لهم سنة ونص
هو الحاكم، ما في حاجة تاني، ولا في جيش ولا في شرطة ولا في الدعم السريع، هو الحاكم فيها. للناس سكان المناطق دي، هل يا اخواننا وجدتوا ما وعدكم حميد به بالحقوق المتساوية وبالعدالة والقانون وبالديمقراطية وبالحياة الرفاهية؟ والله إذا ما وجدتوه يبقى هذا الكلام كذب وقش ولعب بالعقول. ده من ناحية. نرجع لموضوعنا حق الناس يحولوا قصتنا. قصتنا حميدتي دعا الناس أنه يهجموا المنطقة الفلانية، هجم المنطقة الفلانية، هجم المنطقة الفلانية. الناس في الخرطوم ده القيادة العامة، هجم القيادة العامة من الناس، فرخها رجعوا خلوها، هجموا المهندسين رجعوا خلوها، هجموا الشجرة رجعوا خلوها، هجموا كرز رجعوا خلوها. يا أنت ما عارف حطاب رجعوا خلوها، سنار كذو رجعوا خلوها، كذلك اللبيد، كذلك بابا نوسى، كذلك الفاشل. يا اخوان انتم ما عارف انا الناس القيب عقولهم شنو عليكم والله. بس المناطق دي رجالكم كم محتاجين لهم؟ ابدا. انتم كعامه الناس كيف ما محتاجين لهم؟ يعني اسرهم واطفالهم ونسوانهم وامهاتهم، لان فيهم قصر ذاته، فيهم قصر، ما عارف ما ودهم لشنو، ما ادري شنو ذاته، الحبد دي شنو ذاته، ما عارفين، ولا عارفين الحاكم ولا المحكوم ولا بيحكم منه، ودوهم ماتوا فين؟ النادي اللي تنطي نسألوا منهم؟ ولا زال ماشيين بنفس الطريق يا اخواننا. الحاصل شنو؟ انتوا اسركم واموالكم واطفالكم، وهنا البحماه اللي لكم يا ادو ذاته. انتوا ما كل سنه هنا بتدفعوا في بلدكم، هنا عندكم بشر قاعد، انتوا بتدفعوا رجال كل سنه. الحروب دي ما جدت علينا، كل ابان الحروب دي، لكن ماتوا بطريقه بيدافعوا عن عرضهم، عن اهلهم، عن اموالهم، عن وجودهم، عن كرامتهم. ما موت على باطل زي ده. لهم لمطامع حق اسره، مطامع حق زول اخوانا يا جماعه. الكلام ده كان كذب حميتي ده من نفس التاريخ ده لسه ذكرنا، الثالث يوم ولا رابع يوم ده، واللي هو الاخوانا غير عبد الرحيم ده شفنا ظهر اربع ولا خمس مرات في بعض المواقع. ولول اخوانا زول ظهر منهم في الميدان ما في كل شقالين ملهيين مع تجارتهم ومع اموالهم ومع تحويلاتهم ومع شغل شركاتهم واجروا عشيه. والله الكلام ده كله بنقوله كذب ساكت. اهلنا والله انا الكلام اللي بقوله ده ولاهلنا اقرب الاقربون، اهلنا عرب دارفور وعرب واهلنا كل السودان بدون فتح أي سوداني شريف، وخصوصا الناس الأسرى نسب لهم يعني ولاهم للدعم السريع. عندنا رزيقات على وجه التحديد. الطريق المشروع حق ناس ميتين من بدأ؟ والله كان بالدور الصحيح فكركم من الرجال، من الرجال فكركم. نادين مطامحهم وقراصهم دي وأهدافهم يعني حقيقة من الرجال فقرت حتى الناس الأقرب الأقرب من الريح. ميتي في يوم من الأيام شال الرديقات وهجم بهم الرديقات. يا أخواننا زور كده فوق بقول الكلام ده غلط، ولا الكلام ده نحن نتكلم ده، أنا ده بتكلم ده والله يعني محصور بوجعني موت. أنا الميتين أهلي يعني 50 راجل يوم واحد يعني لهم لمصالح حقت وحقت زول وأخوه وأخوانا، وهم شغالين في شغلهم الخاص في منافعهم، ويحمل لهم قصر وسلطه حق ذول اخوانا وبوعود كاذبه ما لها وجود من الصحه. الشعب السوداني ده هل تقدروا بكله بتكامله؟ هل الشعب السوداني ده بيستجيب ليهودو؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الشعب السوداني ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه، ربنا يحفظكم اينما تكونوا، ان شاء الله ترجعوا خانمين سالمين الى السودان يا رب العالمين. الاساسن هنا بنعرف مجموعه كبيره جدا الان من الشعب السوداني هم لاجئين ونازحين، فان شاء الله قريبا ترجع الى السودان. فاذا وصلت لحد هنا فبالله شير لايك اشترك في القناه ووصل الفيديو لكل المجموعات اللي عندك، خلي الفيديو تصل لكل بيت سوداني. طيب خلينا نرسل رسالة عبركم إلى أخواتنا المصلى وأخواتنا المشتركة اللي بواسل اللي هم الآن موجودين على مستوى الميادين، دفاعا عن الوطن، دفاعا عن الأرض. وصراحة أبلو بلان حسنة
فما قادرين نشكرهم صراحة من التضحيات وال الدفاع عن الوطن، وساهرين ليلا ونهارا من أجل الوطن اللي اسمه السودان. وده واجب كل جندي سوداني حمام الوطن، لأنه صراحة هم أدوا قسم على حماية العرض والعرض ودفاع عن كل إنسان سوداني شريف، ده واجبهم. ونحن كمواطنين سودانيين أو كشعب سوداني وجب علينا وقوف خلف قواتنا المسلحة، بندافع عنهم بكل ما نملك، نكون سندا لقواتنا المشتركة. صراحة دي الفترة الوحيدة اللي كانت كل الشعب السوداني بتتمناه، الاتحاد أو التوحيد القوات المسلحة والجيش والقوى المشتركة والشعب السوداني. والحمد لله الآن كلهم متوحدين تحت مظلة السودان، واقفين على خدم وساق من أجل الوطن اللي اسمه السودان. ونبارك لقواتنا المسلحة، نبارك لقواتنا المشتركة، نبارك للشعب السوداني للانتصارات اللي حققته قواتنا في كافة المحاور، انتصارات متتالية. تم تدمير كل العتاد بتاعت ميليشيا آل دقلو، وكل الجنود اللي هم جنود الميليشيا اللي هم ولوا هاربين، وتركوا خلفهم عتادهم، سياراتهم، جرحاهم، وتركوا أشياء كثير جدا. ودل الإنسان اللي هو قاعد ينادل من أجل المال، أو قاعد ينادل من أجل مصالح شخصية، وده نهايته كده يعني. لكن الإنسان اللي عنده عقيدة قتالية، الإنسان اللي بينادل من أجل القضية، بينادل من أجل وطن السودان، فدائما هو بيكون ثابت مهما كانت الظروف، مهما كانت الأوضاع اللي بتمر به، وبكون ثابت في موقف. والحمد لله ده لقيناه في قواتنا المسلحة، ده لقيناه في قواتنا المشتركة، فدائما ثابتين لأنهم أنجبتهم الدولة السودانية. والدولة السودانية دائما بينجب أسود، دائما بينجب رجال. التحية للحواس السودانية، التحية للميارم، التحية للكنداكات، التحية لمهيرو بتابوت، التحية لكل إنسانة سودانية حمام الوطن وجابت أشبال بيجو يدافع عن الوطن، بيطفو الخالي والنفيس. فصراحة قواتنا المسلحة اللي حاجة اللي بقت مطمئنة أكتر، هم دائما في حماس، هم دائما في تقدم. ورسالتنا لكم يا قوى المشتركة، يا جيش السوداني، كل الشعب السوداني الآن واقف معكم. وهدفنا الأول والأخير هو استئصال ميليشيا آل دقلة من السودان، واسترجاع كل بقعة من الأرض اللي فقدناه خلال تلك الفترة اللي فاتت. وقريبا السودان يكون خالية من الميليشيا، والنصر تعيم كل البلاد، والنصر من أجل أو نصر من حليف قواتنا المسلحة، والنصر من حليف القوى المشتركة، والنصر من حليف الشعب السوداني. وإن شاء الله منصورين بإذن الله، فربنا ينصرنا، ربنا يثبتنا. فإذا وصلت لحد هنا فما تنسى بالله شيرك، لايك، اشتراكك في القناة. ودمتم ودام سوداننا بألف خير، محباتي لكم، ألف سلامة، باي باي.